طيب ليكي لاكشمي، لو أبوك كان هون أكيد ما كان رح يوافق على هالزواج أبداً. أنت بس اعتبري أنك عم ترفضي الزواج لأنه أبوك هيك قال. إيه؟ اتفقنا؟ يلا قومي، يلا يلا تعي تعي معي، قومي قومي تحركي يلا. تعالي تفضلوا، هاي لاكشمي، سألوها إذا كانت موافقة وشو اللي بدها إياه، وهي رح تخبركن. تفضلي لهون بنتي. إيه روحي لاكشمي، خبري للأستاذ شو كنتي عم بتقولي جوا، قولي له نفس الكلام، لا تخافي أنا هون. يلا. يلا يلا تعي بنتي. عادي هون، شوفي اللي صار بجوز يكون يعني صار للأحسن يا بنتي. ما تواخذينا جبنا لك عريس، بس نحن ما سألناكي إذا كنتي موافقة على هذا العريس أو لا، لهيك قولي لي أنت موافقة على هذا الزواج شي؟ رح تتزوجي ابني ريشي مو هيك؟ رح تقبلي تصيري كنتنا؟ أنا ما بعرف. يعني بفهم منك إنه ما بتعرفي إذا كنتي متأكدة أو لا؟ لكن فكري بالموضوع وبعدين قرري، جاوبي بعد ما تفكري. ليكي بنتي، أنا بعرف كتير منيح إنه أنت بتفكري بغيرك قبل أي شيء، واللي صار هون هو ضايقك كتير وخلاكي تكوني مو منيحة، لهيك أنا آسف كتير على الشيء اللي صار. وأنت مثل كل الموجودين هون، وأكيد كنت مفكرة إنه العريس كرمال نيها بنت عمك، بس هو كرمالك أنت يا بنتي، وأنت اعتبرتيني مثل أبوكي. أنا شايف إنه أنت كنتي، وإذا بتتزوجي ابن ريشي رح كون أنا إليك أب، وهيك بصير أنا عندي كني، وابني رح يكون تزوج بنت منيحة كتير. بس ضروري وأهم شيء إنه أنت اللي لازم تتخذي القرار اللي بيناسبك، وكمان إذا كان بدك رأيي الشخصي لازم تشوفي ابني وتتعرفي عليه وتحكي معه بالأول، وبعدها تاخدي قرارك. رح أطلب من ابني يحكي معك لحتى تتعرفوا منيح على بعضكم.